عبالة ما هعمل لهم سلطة بتاكلوا. انا جايب هنا جرجير ركة وسبانخ. اوكي تاكلوا السبانخ نية؟ كلوا السبانخ نية؟ انا ما جربتهاش قبل كده بس عندي استعداد اجرب. بطاطس وبنجر اللي هو الشمندر مع الرمان انا هعملها. واتفضلي حضرتك فدينا بالمواضيع اللي انت شايفاها. خلاص احنا طبعا اهم حاجة في اول 3 شهور بنأكد دايما وحتى قبل حدوث الحمل بنأكد على حمض الفوليك. مفروض اي واحدة ست عايزة تبقى حامل تاخد حمض الفوليك قبل الحمل بشهر. اللي هو من مصادر طبيعية ولا بتاخده كفيتامينات؟ أو طبعا المصادر الطبيعية مهمة جدا، لكن احنا طبعا بنحب نساعد بفيتامين، وبتبقى الجرعة 400 مايكروغرام. أوكي. لانه ليه الفوليك اسيد؟ لانه مهم جدا لنمو الجهاز العصبي بتاع الجنين، ولازم يكون موجود في دم الام، يعني حاضر، مش ان احنا لسه هنعوض بقى ساعه ما تحمل. طبعا بتحتاجه وهي حامل، لكن لازم يكون موجود من قبل حدوث الحمل. طبعا القيء حاجه، القيء والغثيان. الغثيان اللي هو غممان النفس. ده طبعا معظم السيدات الحوامل بيبقى عندهم غممان النفس ده طول الوقت ولا لا؟ اول 3 شهور اللي هم شهور الوحم بيكونوا سببه ايه؟ هو بسبب هرمونات الحمل. يعني ملهاش دعوه بريحه الاكل. لا ملهاش دعوه بريحه الاكل. هي الريحة عندهم انا اعرف ان بتزيد بنسبه 20%، فبيشموا حاجات مش هقول الانسان العادي ما بيشمهاش، بس بيشموا بزياده شويه. لا هو الغثيان ده او غممان النفس ده بيخلي الست مش قادره تستحمل روائح معينه او اكلات معينه. ده بيبقى السبب هو الهرمون اللي هو الاتش سي جي او هرمون الحمل اللي هو بتحللوه في الدم. بدليل انه الغثيان ده بيزيد لو الست حامل مثلا في توأم. لان بيبقى الهرمون اعلى. فالنصيحة اللي أنا دايماً أقولها لمريضاتي إنه في أول 3 أشهر مش لازم طبعاً الأم والحما والجارة والكلام ده كله، لازم تاكلي، أنت بتاكلي الاثنين، ما أعرفش إيه الكلام ده كله طبعاً. لأن سبحان الله هو أصلاً الجنين كده كده هيتغذى كده كده، صرف النظر هي ضعف. بالظبط. أول 3 أشهر النصيحة اللي دايماً نحب نقولها لهم إنه ياكلوا اللي نفسهم فيه، يعني اللي تيجي على نفسها عايزة تاكله. ما تغصبش على نفسها. بالظبط، ما تغصبش على نفسها. القيء امتى يكون وورنينج او امتى يكون اخد بالي بقى ولازم ان انا اتصرف فيه؟ لو اي حاجه الست كلتها رجعتها ان شاء الله بق ميه، يعني اللي هم بيرجعوا اكتر من 10 مرات في اليوم، اللي هم طول الوقت عمالين بيرجعوا، ده هو اللي مشكله. لكن الترجيع مره او مرتين في اليوم مش مشكله، ولا يؤثر على صحتك ولا يؤثر على الجنين ولا يؤثر على الجيران. ده شيء طبيعي جدا في الحمل. في ايه؟ لا هم دايما يعني الموضوع بيتاخد بطريقه انه كله بيتدخل في الموضوع. بالظبط، كله بيتدخل في الموضوع، وراي الدكتور ده بيبقى زي ما يكون راي استشاري. يا دكتور، ده معناه ان انا كل ما برجع اكتر كل ما حملي بيكون اقوى او ثابت اكتر؟ لا، لا طبعا في سيدات ما بيرجعوش خالص. ده طبيعي. يعني هو الفكره ايه؟ ان الهرمونز بتزيد، بس رد فعل كل ست مختلف عن الثانيه، فاهمه؟ ملوش علاقه. طبعا احنا دايما بنطمن في الحمل لما اعراض الحمل بتكون اكتر. يعني لما الست تيجي تقولي صدري بيوجعني، بخش اعمل بول كتير، بنام كتير، دي كلها اعراض تطمني ان الحمل ماشي كويس. لكن الترجيع بالذات ما يعني لا يطمئن ولا يعني يخوف، فاهمه؟ يبقى وضع طبيعي الا اذا زاد عن 10 مرات. الا اذا زاد بطريقه، حتى بتقول الميه، يعني حاجه زي الميه مش مفروض ترجعيها وبترجعيها، يبقى في الحاله ديت. بالظبط. النصايح المهمه بقى اللي نحب نقولها للسيدات علشان ايه؟ يقللوا الموضوع الغمامان ده. ايوه. اهم حاجه اول ما تصحي من النوم الصبح تاكلي حاجه يبقى جنبك على السرير، توست متقرمش، بقسماط، العيش زي الحلو اللي هناك حاجات ده. حاجات ناشفه. بالظبط، حاجات ناشفه، خبز السن واللي فيه نسبه النخال عاليه او القمح عاليه. بالظبط، ده يتاكل ايه اول حاجه الصبح. ولما نيجي نقوم من السرير ما نقومش هجم بقى، مش هنطلع نجري. لا، نقوم ستيب باي ستيب، درجه درجه كده بالراحه. خلاص، ده بيقلل الغممان النفس ده بتاع الصبح. ممكن نمص تلج يقلل برضو الموضوع ده. الحاجة الصبح. يعني الحاجة التانية نشرب مية كتير. كل ما الست، يعني الشخص العادي ممكن يشرب 8، احنا هم يشربوا 10 مثلا. احنا لو عايزين 8 كوبايات، لو هم يشربوا 10 كوبايات. بالظبط، لازم كل ما تشربي ميه كتير. طبعا الناس مش مقتنعه بالفكره دي، بس دي حقيقه علميه مثبته. كل ما الست تشرب ميه كتير كل ما اعراض الغثيان ديت تقل عندها. ومعظم المواد اللي احنا بنعملها زي السبانخ والجرجير وحاجات
فيها نسبه ميه عاليه. وبالمناسبه انا عملت لكم سلطه هنا اسمها كده الدكتوره بتشرح. انا حطيت شويه زيت زيتون عصير ليمون وملح وفلفل، ما حطيتش اكتر من كده. انا ما اعرفش اذا كان في حد الرمان حاجه من الحاجات اللي عرفت انها برده بتبقى مفيده. فده هيكون طبق سلطه. طبعا انتوا صحيتوا من النوم وخدتوا التلج وشربتوا ميه خلاص. عايز ازود لهم كمان حاجه ان احنا فضل. ممكن نشرب كاموميل. الكاموميل نسخن ميه ونشرب. نعم. الستات طبعا عندهم افكار ان احنا لما نشرب حاجه سخنه ده يضر الحمل. لا بالعكس خالص، الكاموميل مسموح، البابونج مسموح، النعناع مسموح، كل ده ممكن يتشرب. والسلطه مسموحه طبعا. وانا اول واحده اتفضلوا معانا، اتفضلوا سلطه.